استحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس صباح يومه الثلاثاء 17 مايو الجاري شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات. وتم توقيف المشتبه فيه على مستوى المحطة الطرقية بمدينة فاس من طرف عناصر الهيئة الحضرية بمنطقة أمن عين قادوس بنباب. وتمت هذه العملية أثناء استعداد المشتبه فيه المغادرة في اتجاه إحدى مدن المملكة. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز 3 كيلوغرامات و700 غرام من مخدر الشيرة عبارة عن صفائح بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل عليه من هذا النشاط الإجرامي. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته فرقة محاربة المخدرات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف كل من ثبت تورطه في هذه القضية. وتأتي هذه العملية في سياق التدخلات الأمنية اليومية المتواصلة التي تباشرها مصالح ولاية أمن فاس للتصدي ومحاربة ظاهرة الحيازة والاتجار في المخدرات بأنواعها بما في ذلك الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.